أربع محافظات مصرية تودع شهداء الواجب من كمين النقب الحدودي وسط هتافات الشهيد حبيب الله. وهيئة الرقابة الإدارية تضبط رئيس الشهر العقاري بالخنكة بتهمة تزوير أوراق أراض قيمتها 147 مليون جنيه. المستشار العجاتي يعلن أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في مناقشة تيران وصنافير. الحكومة تقرر زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية وخفض الجمارك والضريبة. رئيس الوزراء يستأنف جولاته لمتابعة أداء الوزارات. والبرلمان يرفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي عن الدخل ل 24 ألف جنيه. ووزارة الري تعلن عن المحافظات المسموح بها زراعة الأرز عام 2017 وتحدد مساحاتها.